مساء الخير يا شباب، ربنا يحافظ عليكم جميعا. هبدأ إن أنا أراجع الأول على مجموعة من قواعد الإتيكيت اللي كنا خدناها في المحاضرات السابقة قبل ما نبدأ بحاجات جديدة. هنعرض دلوقتي شوية مواقف ونقول هنفعل إيه في المواقف دي. لو وصلتني دعوة من صديق لحضور حفل، أول حاجة بشكره على دعوته ليا وبتأكد هل أنا مرتبط بميعاد في ميعاد الحفل، هل هقدر أحضر الحفل ولا لأ. لو مش هقدر أحضر الحفل بعتذر عن حضوري، وبالتالي أتيح له الفرصة إن هو يعزم عدد حد تاني، لأنه في بعض الحفلات بتكون مقيدة بعدد معين من الحضور، فبالتالي لو أنا مش هقدر أروح أسيب الفرصة لغيري إن هو يحضر أو يدعو غيري. لو أنا رايح بشكره وبأكد على حضوري الدعوة. طيب لو اتعزمت على وليمة وأنا بسير على نظام غذائي معين، أروح ولا ما أروحش؟ يفضل إني ما أروحش لأني هكون محرج ومش عارف آكل، والناس كلها بتاكل والناس هتبقى متضايقة إن أنا ما باكلش، فهيكون الوضع محرج، فالأفضل أن لا أذهب. لو قبلت دعوة صديق وأصبت بوعكة صحية مفاجأة قبل الزيارة بعدة ساعات، بتصل بالصديق ده وبعتذر له ليه الظروف اللي طرقت ان انا جالي دور برد، افضل من ان انا اروح ليه واعديه او اكون قاعد مع الناس وانا مش مركز او مش بطاقتي الكاملة. طيب لو سبق اني اعتذرت عن تلبية دعوة صديق لعذر طارئ ثم زال سبب العذر، دي ليها حالتين، هل انا مدعو لوحدي ولا مدعو وسط مجموعة من الاشخاص. لو انا مدعو لوحدي يفضل ان انا ما اتصلش بيه وابلغه ان زي سبب العذر، لان انا هنا هخليه يعيد ترتيباته من اول وجديد. انما لو كنت وسط مجموعة من الاصدقاء، وسط 9 او 10 ووجودي لا يفرق، ساعتها هبلغه ان زي سبب العذر وبالتالي هيقول لي اتفضل. طيب لو دعيت لحفلة في الساعة 7، ما هو الوقت الامثل للذهاب؟ في بعض الناس هيقولوا لا ده انا ممكن اذهب قبل الميعاد، البعض التاني هيقول لك لا اذهب بعديه بساعة كده تكون الحفلة بدأت، المواعيد هنا مش مضمونة. أنا لازم أوصل في الميعاد مظبوط أو أوصل قبلها ب5 دقايق، وياريت أدخل في الميعاد، لأن وصولي بدري زي وصولي متأخر هما الاتنين غير مرغوب فيهم وغير مرحب بيهم. يعني لو كانت الحفلة دي معمولة في منزل وأنا رحت الساعة ميعاد الساعة 7، رحت الساعة 5 أو الساعة 6، ممكن يكونوا أهل البيت لسه بينظموا للحفلة، ممكن يكونوا لسه بيوضبوا، وبالتالي وجودي هيكون غير مرحب بيه. طيب ممكن لو وصلت متأخر تكون بعض فقرات الحفل انتهت، وبالتالي برضو هيكون في ضيق من أصحاب الحفلة، يبقوا متضايقين إن أنا ما جيتش بدري في الميعاد. فلازم أوصل في الميعاد المحدد ليا، لو أوصل بدري ولا أوصل متأخر الاتنين غير مرغوب فيهم. طيب لو حد دعاني العشاء، هل ينفع أسأله إيه قائمة الطعام؟ لا يصح أبدا إن أنا أسأل حد عن قائمة الطعام اللي هو عاملها، هو حر يختار قائمة الطعام اللي تناسبه واللي تناسب إمكانياته. لو حد عزمني على العشاء، هل بقى لازم أرد الدعوة بعدها على طول بـ2 يوم؟ غلط جدا إن أنا أرد الدعوة بعدها بـ2 يوم. صديقي عزمني أردها بعدها بـ2 يوم، أقول له إحنا كده خالصين، مفيش حد أحسن من حسن، زي ما عزمتني أنا عزمتك. لا، إحنا في بينا صلات كويسة، ممكن أعزمه بعدها بفترة أطول، بـ3 4 أسابيع، لكن ما عزمهوش بعدها على طول. طب لو هو عزمني وانا لا استطيع رد الدعوة في المقابل، يعني انا ما عنديش الامكانيات المادية ان انا اقدر ارد له الدعوة دي، اروح ولا ما اروحش؟ يكفي شكره بعبارات اروح طبعا، يكفي ان انا اشكره. احيانا وجودي وشكري اهم من ان انا ارد له الدعوة. كنت يكون صديقي ده محتاجني في حاجة، هو مش عازمني عشان ارد له الدعوة. لو أنا عزمت أفراد كتيرة ملهمش سابق معرفة ببعض، بيحصل في بعض الأحيان إن أنا أكون مضطر إن أنا أعزم ناس ملهمش صلة ببعض، وده غير مفضل إلا لو كانت في
حالات معينة. لو أنا ملهمش صلة ببعض أبدأ إن أنا أعرفهم على بعض عشان أكسر الحاجز أو أكسر الجليد اللي بينهم وبين بعض، وهم مش عارفين على بعض، فكل واحد هيكون قاعد مش واخد راحته، فأبدأ إن أنا أعرفهم على بعض. لو أحد أصدقائي قال لي أنا هدعوك للغدا، ينفع أنت اللي تقترح المكان ولا صديقك اللي يقترح المكان؟ أنا أترك لصديقي اللي عزمني هو اللي يختار المكان اللي هيدعوني فيه للغدا، لأني ممكن أختار مكان ما يكونش مناسب إمكانياته المادية. أخذنا بعد كده إتيكيت الاستعداد لاستقبال الضيوف. إيه الأمور اللي أنا لازم يجب أن أراعيها وأنا بستعد لاستقبال الضيوف؟ أول حاجة لازم أرتدي الملابس الأنيقة اللي بتناسب المناسبة وتناسب الضيوف. لازم أجهز المكان اللي هيجلس فيه الضيوف، يكون فيه إضاءة قوية، تكون فيه تهوية، يكون فيه إنارة طبيعية إلى جانب الإنارة الكهربائية. لازم أتأكد إن كميات الطعام كافية. لو أنا عازم مجموعة من الناس أو دعيهم لحفلة، ما أعملش الأكل بالويم كده، لا، لازم أكون عارف أنا عندي كام فرد وكل طبق هيكون فيه إيه، أو إيه الكميات المناسبة لو عاملوا أوبن بوفيه، بحيث إنه ما يكونش حد كل والتاني مش لاقي ياكل، أو أتأكد أثناء الحفلة نفسها إنه كميات الطعام غير كافية، وهكذا. لازم أكون عامل ده في اعتباري. لازم يكون كل أفراد الأسرة في استقبال الضيوف، وبالتالي عليا قبل أن أحدد أي ميعاد إن أنا أتأكد إن كل أفراد الأسرة موجودين في الميعاد ده عشان يستقبلوا الضيوف. لازم أجهز كل وسائل الراحة للضيوف، أنبه على الأطفال عدم الإزعاج. لازم لو في ناس ملهمش معرفة ببعض لازم أعرفهم ببعض. تناولنا بعد ذلك إتيكيت الزيارة بدون دعوة. مع إن مبدأ الزيارة بدون دعوة هو مرفوض ولا يفضل إلا إذا اضطريت ليه. طب لو اضطريت لازم أتصل أبلغهم بالميعاد اللي أنا جاي فيه، ما ينفعش أروح كده فجأة للناس. لازم أتجنب أخد الأطفال معايا في الزيارة دي. لازم تكون مدة الزيارة قليلة، ما عودش وقت طويل، أنا رايح للناس بدون دعوة ما عودش وقت طويل. لازم أبلغهم بالميعاد اللي أنا جاي بيه. لازم أحدد كمان الميعاد ده ما يكونش ميعاد لا أكل ولا نوم بالنسبة لهم ولا فترة عمل وخلافه. لو حصل أي حاجة تمنعني من الزيارة بتصل وأعتذر. طيب، تناولنا بعد ذلك إتيكيت على باب المنزل. باب البيت ده بداية القصيدة. لازم ألتزم بمجموعة من القواعد وأنا داخل البيت. يكتفي إن أنا أرن الجرس مرة واحدة، ما أقعدش إيدي على الجرس مش راضي أسيبها رن كتير. لو طلب مني إن أنا أنتظر دقيقة على الباب، أنتظر بصدر رحب، ممكن يكونوا هما بيستعدوا. لازم أحرص على تحية اللي فتح لي الباب، لو ما كانش يعرفني أبدأ أعرفه بنفسي. لو أنا كنت رايحة لمناسبة معينة لازم أقولها على الباب، يعني وأنا داخل ألف مبروك أو البقاء لله حسب المناسبة. طب لو أنا كنت رايحة عاتب، هل ينفع أعاتب على باب البيت؟ لا، ما ينفعش خالص إن أنا أعاتب على باب البيت. بعد شوية من الزيارة، بعد ما نقعد شوية ونتكلم شوية نعاتب. لو طلب مني أخلع الحذاء هخلعه. طيب، لو أنا داخلة المنزل عليا إن أنا منظرش يمين ويسار أقعد أتفرج على الأوض بقى، لا، أنا أنتظر هما يحددوا لي الأوضة اللي هجلس فيها، وانتظر هما يحددوا لي المكان اللي هجلس فيه. ولو هما سابوا لي حرية اختيار إن أنا أختار المكان اللي أنا هجلس فيه، أختار كرسي وليس أريكة، بحيث إن أنا أقعد قعدة مستقيمة ما أكونش كاشف للبيت، بحيث إن البيت ياخد حريته أكتر في الحركة. وأنا داخل المنزل، لو كان منزل فخم ما بديش انبهار شديد، ولو كان منزل بسيط ومتواضع ما بديش إن هو مش عاجبني. وأنا بنتظر صاحب البيت
عليا بقى ما اقعدش العب في اوضه الصالون في الفازه وفي لازم اقعد بهدوء انتظر زي ما قلنا ان هما يحددوا لي المكان. طب لو حددوا لي مكان ولقيت تراب على الكرسي اقعد عليه، ما انفضش التراب عشان ما سببش احراج لاهل البيت. مينفعش خالص اقعد على المسند المخصص لليدين، ما اقعدش بقى في كرسي اقعد اهز للامام واقعد اهز رجلين الكرسي. لازم ما استخدمش الهاتف المحمول، لا يفضل خالص وانا قاعد عند الناس طول النهار اتكلم في الموبايل. لو جالي مكالمة مهمة بستأذن ان انا هرد على التليفون وبالتالي بعد كده اعتذر، لكن مينفعش كل شوية اتكلم في الموبايل، او مينفعش ان انا اطلب التليفون عندهم بقى افضل اتكلم وقت طويل وخلافه، ده مرفوض خالص. طيب ايه الاتيكيت اللي انا لازم اتبعه مع اصحاب المنزل؟ لو هم ما يعرفونيش لازم ان انا اعرفهم بنفسي. اذا كان واحد من اصحاب المنزل ده مصاب بمرض شديد، لا يفضل ان انا اسأله عن نوع المرض لانه ممكن ما يكونش حابب يقول للناس ايه هو المرض بتاعه، وما ينفعش اخد معايا اطفال لانه هما هيزعجوه، وما ينفعش اطول في الزيارة لانه محتاج يرتاح. لازم لو بقى رحت في زيارة عادية ما كانش حد مريض لازم انبه على الاطفال عدم الازعاج، ولازم حذاري ان انا اوجه ليهم اي انتقادات او اي عنف وشدة. طيب لو اتاخد رأيي في المشروبات او المأكولات اللي انا بشربها، عليا ان انا اختار حاجة تكون بسيطة، حاجة متوفرة في كل بيت، ما اختارش مشروب مش هيكون متوفر في كل بيت، يعني اختار مثلا شاي قهوة حاجات متوفرة في كل بيت ما يكونش الطلب صعب انه يتحقق. طيب لو قدمت لي مشروبات او مرطبات او مأكولات، عليا ان انا اخد اللي يناسبني اللي بحبه، ولو في بعض المأكولات ما بحبهاش ممكن اعتذر عنها. لو حدث ان انا كسرت كوب ما اخدش الموضوع جامد وافضل كل شوية اعتذر كل شوية اعتذر كل شوية اعتذر، لا هي بعتذر مرة واحدة وخلاص. لو قدم لي طعام سيء احتفظ برأيي لنفسي، ما ينفعش ان انا اقعد انتقد، لا دي الحاجة دي مش مستوية، لا دي الحاجة دي نشفت، لا دي الحاجة دي كانت محتاجة كذا، كل الكلام ده مرفوض. طيب لو قابلت استفزاز من احد الحاضرين، عليا ان انا احاول ان انا ما اسرش المشاكل عشان ما سببش ازعاج لاصحاب البيت، واحاول ان انا انسحب بلباقة ودبلوماسية. لو لظرف طارئ مضطر اطلع على خبر مهم بالجريدة لازم استأذن الاول قبل ان يتم ذلك. ممنوع خالص ادخن في المنازل، ولازم ان انا التزم بتقاليد المنزل، لو في منزل معين في حاجات معينة ممنوع استخدامها لازم التمس ده. لازم اراعي حال الاسرة من الحزن والفرح، يعني لو كان لا قدر الله حد عنده حالة وفاة قريبة ما ينفعش اقعد اقول لهم شغلوا لنا التلفزيون على كذا، لازم اراعي حال الاسرة. لازم اتوقف عن احراج من في اهل المنزل، ما اقعدش اقول لفلانة ده انت رفعتي قوي ده انت تخنتي قوي، وافضل انتقد. انا لا يخصني خالص هم رفعوا ولا هم تخنوا ولا اي حاجة من الحاجات دي. احرص ان انا ما اقعدش اتهامس مع حد تاني في وسط مجموعة من الناس، لازم اخلي صوتي هادي ورقيق ومعتدل، ما يكونش صوتي عالي قوي. اعرض ارائك عادي دون خجل، احاول ان انا ما اطلبش اي شيء من الاشخاص، يعني لو مثلا ذهبت لمنزل احد ورحت فرح والفرح ده كان في محافظة تانية وقرايبي مثلا اصروا ان انا بات معاهم كام يوم، احرص ان انا اخد معايا كل حاجتي بحيث ان انا مسببش قلق لاصحاب البيت كل شوية اطلب منهم حاجة. طيب وانا بنهي الزيارة لازم فيه مجموعة من الامور اخد بالي بيها، لازم اتفق على موعد انهياء الزيارة بيني وبين زوجي
او بيني وبين والدتي ايا كان الشخص اللي انا رايح معاه، عشان نبقى احنا مهيئين الامر قبل ما نقوم، ما يكونش حد فينا لسه بيتكلم مع حد والتاني قام فجأة. لو اضطريت ان انت تغادر التجمع ده فجأة ما تعملش قلق، يعني لو جالك مكالمة تليفون مهمة قالوا لك انه في حد عيان او حد محتاجك ضروري، مش لازم بقى في ظل مناسبة او احتفال في البيت تفضل تقول ده فلان تعبان وتفضل توتر الناس. حاول ان انت تنصرف بدون ما تعمل ضجة. لو انا تعزمت ما جيش بقى في اخر اليوم افضل نتخانق مين اللي يدفع الحساب، طبيعي اللي هيدفع هو اللي عازم. طيب هل ينفع الميعاد، هل ينفع اتغدى او اتعشى وامشي على طول، ولا ايه الميعاد المناسب؟ ما ينفعش اتغدى واتعشى وامشي على طول، الغدا ممكن امشي بعدها على الاقل بعشر دقايق باعتبار لو كان عندي شغل بعدها فهضطر ان انا الحق الشغل، لكن العشاء على الاقل ساعة. لازم اتجنب الاحاديث على السلالم، اتجنب خالص احيانا بعد ما نقفل الباب يبداوا من اول وجديد تاني، نلاقي ماما مثلا وخالتي بيبداوا يتكلموا تاني وهتيجوا امتى تاني ومستنيينكم ومش عارفه ايه ويسلموا على مين ويسلموا على مين ويبدا الاحاديث تاني. مجرد ان انا خرجت من الباب انهي خالص الاحاديث على السلم. لازم احرص ان انا اتاكد ان انا خدت كل حاجتي وما نسيتش حاجه، ما نسيتش الموبايل، ما نسيتش المحفظه، ما نسيتش المفاتيح، لاني بعد كده هبقى مضطر ان انا ارجع تاني وممكن اسبب ارتباك لبعض افراد الاسره، ممكن يكونوا هم نزلوا او مرتبطين بمواعيد تانية، فلازم اتاكد ان انا خدت حاجتي. لا مانع ان انا بعد ما امشي واروح البيت اتصل واشكر الناس، وخاصه لو ما كنتش عرفت اشكرهم كويس. هنكمل في فيديو تاني عشان الفيديو يقدر يحمل بسرعة. أشكركم يا شباب.